أيضا وفي نفس الملف ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات والكاتب والباحث السياسي. دكتور آصف أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. لا أعرف إن كنت استمعت لهذه المقابلة مع دكتور عمار قناة، لكن ربما يبدو أن هناك اتهام بشكل أو بآخر لتورط أوكرانيا ومن خلفها الولايات المتحدة. هل الأسهل على روسيا مواجهة الإرهاب في آسيا الوسطى أم مواجهة أوكرانيا ومن خلفها الولايات المتحدة؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدتي، الموضوع أعتقد أنه ما زال مبكرا الحكم عليه. هذه العملية لا يمكن بأي شكل من الأشكال فهمها يعني بشكل مستقل. هذه عبارة عن حلقة في مسلسل طويل، وهذه الحلقة هي البداية. نحن أمام في الحقيقة مرحلة في منتهى الخطورة، ليس فقط على روسيا وإنما على روسيا ومحيطها الحيوي كله، بما في ذلك آسيا الوسطى والقفقاز ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. لا يمكن فهم هذا التفجير على أنه مجرد انتقام، لا يمكن فهمه على أنه مجرد عقاب. لو تأملنا بعض المعطيات، البارحة كنا في حالة من الصدمة، كنا في حالة من الذهول في الواقع، والكل قلق على أولاده على أصدقائه، ولم يتمكن من إجراء ربط سببي بين الأشياء. ولكن عندما تأتي عناصر من أوكرانيا وتريد القيام بعمل إرهابي في روسيا، فمن الأفضل القيام بهذا العمل في جنوب موسكو وليس في شمالها، لأنه من الأقرب الهروب باتجاه أوكرانيا من الجنوب وليس من الشمال. لذلك طرحنا هذا السؤال: لماذا تقصدوا تحديدا هذا المجمع التجاري الترفيهي ولم تقصدوا مجمعا آخر موجود في جنوب موسكو؟ دعنا نتوقف عند هذه النقطة واستهداف مجمع ترفيهي في موسكو وأبرز ربما المناطق التي يستهدفها الإرهاب طوال السنوات الماضية في روسيا، ومن أبرزها المسارح ومحطات المترو. نتوقف فقط عند هذه النقطة دكتور آصف، وننوه لهذه الأخبار العاجلة، حيث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما يقول أنه يوجد مؤشرات قوية على أن كييف هي التي جندت منفذي الهجوم الإرهابي. كيف تعلق دكتور آصف؟ نعم سيدتي، أنا لا أستبعد أن تكون كييف هي من جندت هؤلاء، ولكن يجب أن نفهم نقطة جوهرية في هذا الموضوع. ما سبب طرح يعني هذا الموضوع في هذا التوقيت؟ لأن الناس هنا في موسكو تنتظر يعني رواية ما ترضيها، لذلك قد لا تكون هذه كلها الحقيقة. قد تكون نفسها يعني أوكرانيا نفسها عبارة عن ضحية، لأن أوكرانيا نفسها أصبحت مسرحا للعديد من المجموعات والجماعات التي تحارب، وهذه الجماعات تنتمي إلى أجهزة استخبارات متعددة يعني في أوروبا وخارج أوروبا. لذلك يجب أن نفهم من هي الجهة الاستخباراتية التي تقف وراء تلك المجموعة التي جندت يعني هؤلاء الإرهابيين لقيام بعمل إرهابي ضمن روسيا. لذلك وهنا النقطة التي يجب أن نبحث فيها. قد تكون نعم قد تكون أوكرانيا هي من جندتهم، ولكن من يقف خلف ذلك؟ من أعطى الضوء الأخضر؟ لأن أوكرانيا لوحدها. أنا وفق تحليلي سيدتي، لاحظي معي، أنا أمامي بعض المعطيات. من يملك هذا المجمع التجاري الترفيهي اسمه آزار أغالارف. هذا آزار أغالارف عنده ابن اسمه إيمين، وهو من أصول أذربيجانية، وهو على علاقة جيدة جدا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. دونالد ترامب نفسه التقى في عام 2013 مع آزار وابنه إيمين، وحضر أيضا نفسه دونالد ترامب حضر أحد الكليبات. إيمين هو عبارة عن مغني بوب، حضر إحدى الحفلات الموسيقية وشارك في إحدى الكليبات نفسه ترامب في عام 2013. وهناك يعني جاسوس تابع لأجهزة الاستخبارات البريطانية اسمه الاسم كريستوفر ستيل، قد ادعى بأنهم استطاعت الاستخبارات الروسية بتصوير ترامب بصحبة بعض بائعات الهواء في فندق اسمه ريتس كارلتون. فندق ريتس كارلتون لا يبعد بجانب الساحة الحمراء، لا يبعد كثيرا عنها. لذلك هذه المؤشرات جميعها تلتقطها الأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وتتهم ترامب نفسه بأنه على علاقات جيدة مع القيادة الروسية عبر هؤلاء رجال الأعمال آزار أغالارف وابنه إيمين. هذه نقطة. كما أن ابن ترامب أيضا اسمه دونالد ترامب الابن، أيضا على علاقة جيدة مع محامية روسية اسمها ناتاليا بيسيليسكايا، وهناك محادثات جرت بينهما. كما أن آزار أغالارف وابنه كانوا في لاس فيغاس في ولاية نيفادا.
في عام 2013، وعندها اتفقوا مع دونالد ترامب على ان يتم اجراء حفل ملك جمال العالم في موسكو، واجري حقيقه هذا الحفل في نوفمبر في عام 2013. هذه المعطيات جميعها تعطينا مؤشر، هذا المؤشر يدل على ان هناك جهه تريد عدم فوز الرئيس ترامب بهذه الانتخابات، لذلك قام بهذا التفجير. هذه المعطيات نوضح فقط لمن يتابعنا الآن دكتور آصف، هذه التحليلات وهذه المعطيات ربما هي على ذمتك أنت وعلى مسؤوليتك أنت، لأنه ربما هذا تحليل بعيد الشيء ربما، وربط الخيوط ببعضها وربط هذا الحدث بالانتخابات الأمريكية. لكن هناك أيضا سؤال دكتور آصف، هذه ليست أول مرة يتم استهداف فيها منطقة ترفيهية في موسكو أو مسرح أو حتى محطات المترو على مدار العشرين عام الماضية، حدث هذا بشكل أو بآخر. أين هي الثغرات الأمنية الروسية في تأمين هذه المناطق دكتور آصف؟ سيدتي إذا قلت، طبعا أنا أضيف إضافة واحدة فقط سريعة، هذه المعلومات كلها يعني منشورة في المصادر المفتوحة، يعني لا يوجد عندي أي معلومات مصادر خاصة ومصادر سرية وما شابه ذلك، كلها منشورة في وسائل الإعلام. هذه نقطة. النقطة الثانية سيدتي، لا يمكن اعتبار ما جرى البارحة هو اختراق أمني. يعني أنا يعني أتجول في جميع شوارع موسكو، وأدخل العديد من المراكز التجارية الترفيهية، وفي الكثير أحيانا يكون في صحبتي شنطة كبيرة يعني وقادر تحميلها بمجموعة كبيرة من القنابل، ولا أحد يفتش. يعني الحرس الموجود على أبواب المجمع عبارة عن رجال كبار في السن ينظرون إلى الشخص ويتركونه يدخل. وهؤلاء الأشخاص عندما دخلوا البارحة بدأوا يعني خرجوا من السيارة وبدأوا إطلاق النار في الخارج، ثم تسللوا إلى داخل المجمع التجاري وبدأوا بإطلاق النار. لذلك القيام بمثل هذه العملية لا يمكن اعتباره خرقا أمنيا، هذه منطقة غير محروسة، منطقة غير عسكرية وغير محروسة جيدا يعني. وبالتالي إذن هذه ثغرة أمنية دكتور آصف؟ سيدتي نعم، يعني للأسف الشديد هناك يعني الأشخاص الذين عرضوا عرضتهم وسائل الإعلام الروسية تبين أنهم تقاضوا مبالغ من المال، وأنا أعتقد يعني من شكلهم ومن طريقة كلامهم يبدون أنهم مجموعة من الأغبياء. يعني لا يمكن لشخص كامل العقل وكامل الوعي أن يقبل بهذا المبلغ من المال مقابل هذه العملية. وغرر بهم يعني وقيل لهم أنكم يعني، وأحد الأشخاص قال أنا تقاضيت نصف المبلغ والمبلغ الآخر سأتقاضاه بعد تنفيذ العملية. هذا يدل يعني إيجاد خمس أشخاص أغبياء في المجتمع، أعتقد أنه ليس عملية صعبة. ويعني قنوات التليجرام بالمناسبة يعني تتصيد هؤلاء الأشخاص من هنا وهناك يعني، وأنا شخصيا بالمناسبة حتى لا وأنا أقول هذا بكل يعني بكل صدق وأمانة، وردتني إحدى الرسائل وتدعوني إلى تجارة المخدرات. يعني هذا الأمر وارد، يعني يمكن تجنيد الشخص إذا كان عقله ليس كما يجب. وهؤلاء الأشخاص طيب. يبدو أنهم دكتور آصف نعم، إجابة سريعة من فضلك، هذه المطالبات الروسية بعقد جلسة في مجلس الأمن، ما الذي تأمله روسيا من هكذا مطلب؟ أعتقد أن الغاية من هذا هو من هذه الطريقة هو انتزاع يعني إن صحت التسمية تأييد سياسي لموقفها. يعني هنا روسيا ستكشف بهذه الطريقة من معها ومن ضدها. يعني إذا حصلت أي، طبعا قد يتم تصويت القرار، ولكنها ستقرأ يعني هي بالتأكيد مندوبها الموجود هناك سيقرأ ما وراء السطور وسيقرأ العيون بشكل جيد، ويفهم بذلك هل هم يعني حقيقة من يقفون خلف هذا العمل أو لا يقفون خلفه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ضيفنا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات، شكرا جزيلا.